المحيط الذي يحيط بأنتاركتيكا يغذي ملايين الكائنات البحرية والتي تكيفت مع حياة قريبة من التجمد. يقضون معظم فصل الشتاء في البحر، وبحلول الربيع شيء ما يحدث التغيير، العودة إلى الأرض ونحو الشاطئ والعثور على شريك. يصل ثور البحر إلى بر الأمان على الشاطئ الذي تزاوج عليه خلال فترة حياته. يسافر 2000 كيلومتر للوصول إلى هنا. جزر الكروزيت الصغيرة 40 درجة جنوبا في منتصف الطريق بين مدغشقر وأنتاركتيكا. يتحرك جسده البالغ وزنه 3500 كيلوغرام برشاقة. اختار بقعة واسعة من الرمال حيث يستمر في مراقبة المكان ويستطيع رؤية أي متسلل يقترب. يعلن عن وصوله، يصدر صيحاته من خلال رأسه الذي يشبه رأس الفيل. يطالب بمنطقته. هذه منطقة رئيسية ستجذب الإناث، لكن هنالك منافس. المواجهة بين العملاقين تبدو وحشية. الأنياب الكبيرة تمزق جسدها، لكن هذا مجرد عرض، فالإصابات سطحية. خوار أحدها أعمق وأعلى، هيمنته لا يمكن إنكارها. ولا خيار أمام المنافس المهزوم إلا الرحيل. الفائز ينعم بالمجد وينتظر جائزته. الإناث حجمها أقل من ربع حجم الذكر البالغ ولا تملك أنفا كبيرا. في غضون شهر امتلأت منطقة الثور 40 أنثى. كلما أتت فقمات الفيل إلى كروزيت للتزاوج، فالحيتان القاتلة تطاردها. هناك تقنية خاصة للقبض على الفقمات، إحداها تستغرق 5 سنوات لإتقانها. عقدا بعد عقد اجتهدت الأمهات في تعليم عجولها كيفية الصيد على الشواطئ. لكن الاقتراب من الشاطئ يتعارض مع غرائز الحوت، ويحتاج العجل للتغلب على مخاوفه من خلال تقليد أمه. تتجول الأم ببطء ويتبعها العجل عن قرب. فقمات الفيل تراقبها من الشاطئ بينما يتعلم قاتل آخر كيفية اصطيادها. الثور في حالة تأهب دائمة،
ليس لأنه يسيطر على قطعة جذابة من الشاطئ، ولكنه الآن محاط بالإناث. حواره يخبر الجميع بأنه ذكر قوي، عمره 9 سنوات وهو في أوج عطائه. يمنح الثور نفسه بعض الوقت بعيدا عن الإناث. تم تكييف جسده للبقاء لشهور في المياه الباردة المتجمدة، وفي يوم مشمس ترتفع حرارته. لا يستطيع البقاء هنا طويلا، لديه بعض الأعمال. لم يأكل منذ شهرين، ويستخدم الطاقة من احتياطي الدهون لديه. يكلفه هذا أكثر من 12 كيلوغراما يوميا، وفي المقابل يكسب الجرو 7 كيلوغرامات يوميا. في شهر واحد ينمو الصغير من جرو لطيف مغطى بالفرو إلى صغير مفطوم يبلغ وزنه 130 كيلوغراما. ذهبت والدته، ولكي ينجو الآن سيعتمد على نفسه. الخليج خادع، يتدفق التيار القطبي بوتيرة ثابتة حول أنتاركتيكا. في بعض المناطق يبلغ عمقها 4 كيلومترات وعرضها 2000 كيلومتر. تيار بطيء، فهو يتحرك أقل من كيلومتر في الساعة، ويستغرق 8 سنوات للإبحار حول القارة. تتحرك الحيوانات خلال التيار بين مناطق التغذية وجزر تكاثرها. في منتصف الطريق بين إفريقيا وأستراليا، جزيرة هيرد أحد أكثر الأماكن النائية على الأرض، ويهيمن عليها بيج بن، البركان النشط. الأنهار الجليدية وحقول الجليد تغطي 80% منها، مما يترك مساحة كافية فقط للتكاثر وتبديل الريش. تستبدل طيور البطريق والفقمات الريش والفراء مرة في السنة في نهاية موسم التكاثر، قبل أن تقطع مئات الكيلومترات جنوبا. استبدال الريش يعد أمرا مهما بالنسبة للبطاريق، والتي تقضي معظم حياتها في مياه حرارتها 5 درجات مئوية. خلال هذا الوقت لا يمكن للبطاريق الذهاب إلى الماء، ولا يمكنها أن تتغذى. يحتاج ريشهم الوقت لينمو ويقاوم الماء. إنها قصيرة قاسية ومكتظة بأحكام، مكدسة وتحبس الهواء. بدلة غواص مثالية تبقي البطريق جافا ودافئا. تساقط الريش أمر مثير للحكة. يستغرق الأمر شهرا حتى تتخلص فقمة من فروها وطبقة الجلد التي تحتها. مثل الملوك، فالفقمات مقيدة بالأرض خلال هذا الوقت، ولا يمكنها أن تتغذى. كل ما يمكنها فعله هو الراحة والنوم. بمجرد استبدال الجلد والريش، الفقمات والبطاريق تكون جاهزة لمغادرة الجزيرة نحو الجنوب.
الصيف أو الشتاء تضرب العواصف الجزر التي شكلتها البراكين منذ ملايين السنين. وعلى الرغم من الظروف القاسية والسواحل النائية، فقد آوت هذه الجزر الإنسان لأكثر من قرن. لقد ذبحوا مئات الآلاف من الفقمات، البطاريق والحيتان، وأصبحت على وشك الانقراض. وبحلول القرن التاسع عشر لم يكن هناك شيء يقتل، فهجر الإنسان الجزر. أطلق على الحيتان الجنوبية اسم الحيتان المناسبة للصيد، لأن صيدها سهل وتنتج كمية كبيرة من الزيت والعظام. وبحلول الوقت الذي أصبح فيه الحوت الجنوبي نوعا محميا في القرن العشرين، كان عددها قد انخفض من 70,000 إلى 300. مخالفا للتوقعات، فإن أعدادها تتزايد، وقد أصبح عددها 12,000. أحد أهم المواقع في نيوزيلندا هو الخليج بين جزر أوكلاند وإنديربي على بعد 800 كيلومتر جنوبا. تأتي الأمهات إلى الخليج الضحل والمحمي للولادة. تربية عجل هو التزام كبير. تمكث في الخليج لمدة 3 أشهر بينما ينمو عجلها بقوة للتعامل مع المحيط. خلال هذا الوقت لا تأكل، وتعتمد على مخزون الدهون لديها للنجاة وإنتاج الحليب الذي يحتاجه العجل. ومن المعتقد أن صغيرها لا يستطيع أن يطفو، حيث ولد مع عضلات ثقيلة أكثر من الدهون، وإذا لم يتحرك سيغرق. عليه تعلم دفع فتحة النفخ فوق الماء للتنفس، وكلما أصبحت أقوى وأكثر ثقة تبدأ في اللعب. تمارس الحركات التي ستحتاجها للنجاة في المحيط المفتوح. الشتاء في هذا الخليج يعد وقتا مزدحما، يصل إلى هنا 400 حوت للتكاثر. تعد جزر أوكلاند واحدة من أهم مواقع تكاثر الحوت الصائب الجنوبي في العالم. تعرض الذكور والإناث قفزات مذهلة. تتغازل وتلعب، وبعدها تتزاوج. بحلول نهاية الشتاء تستعد الحيتان الصائبة لمغادرة الخليج المحمي. لم يتناول أي من البالغين الطعام، والأم فقدت 25% من وزنها، وهي بحاجة إلى تجديد احتياطيات الحليب لإطعام عجلها 12 شهرا قبل أن يبدأ في التغذية على المواد الغذائية الصلبة. سوف تكون معا للسنوات الثلاث المقبلة، وعندئذ ستعود إلى هذه الجزر للتزاوج. إنه الربيع
والأيام المطولة تثير الرغبة في التكاثر لدى الحيوانات التي أمضت الشتاء في المحيط الجنوبي. سيتبع التيارات للوصول إلى أفضل مخزون سمكي مسافراً مئات الكيلومترات بعيداً عن جزيرة إنديربي. جيولوجيا هذه الجزيرة الفتية فريدة من نوعها. إنها الجزيرة الوحيدة في العالم التي تتكون من وشاح الأرض، وهي طبقة توجد عادة في أعماق سطح الكوكب. ماكواري والجزر الصغيرة المجاورة لها هي الموطن الوحيد لطيور البطريق الملكية. 1,700,000 منها تزداد في الشواطئ والمنحدرات. يبدأ التكاثر في نهاية الربيع ويصل الذكر أولاً. إنه يعرف بالضبط أين يذهب. يعود إلى نفس المستعمرة كل عام. والآن ينتظر عودة شريكة حياته. في جزيرة ماكواري يوجد 500,000 زوج من البطاريق الملكية، ويكاد يكون مضمونا أن يضع كل منها بيضتين. 1,000,000 بيضة على القمامين الاختيار بينها. الصيف في الجزر يتحدد بطول الأيام. تشرق الشمس في الرابعة. الطيور التي تصطاد خلال النهار تملك أكثر من 15 ساعة للعثور على الطعام من أجل فراخها. تغوص طيور البطريق في أعماق لا تصدق لاصطياد الكريل. العائلة الملكية هي البطاريق المتوجة، طيور لها ريش طويل يزين رؤوسها. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير أنماط الرياح والتيار، مما يؤثر على مواقع الطعام التي تستخدمها البطاريق. على الرغم من التغيير في المحيط، لا تزال الرياح الغربية القوية تعصف بسرعة 40 كيلومترا في الساعة في أيام أكثر من أخرى، مما يجعل نمو الغطاء النباتي صعباً.